دلوقتي يا صاحبي انا راجل فقير المفروض اجمع فلوس عشان اوصل لخط النهاية علشان اكسب. توقع بقى لو انت ايه؟ لو انت تتوقع ان انا هكسب اعمل لايك، لو انت متأكد ان انا هخسر فانت تعمل اشتراك حالا يا صاحبي. خش كده جمع الفلوس يا صاحبي، الراجل فقير وايه وكحيانه مفروض ما تدفعش فلوس اي حاجة. خش العمل بقى عشان اجمع فلوس، وقلتلك لو انت ايه عارف ان انا هكسب اعمل لايك، او انت حاسس ان انا هخسر فانت تعمل اشتراك حالا. ونشوف عدد الكومنتات وعدد الاشتراكات وعدد اللايكات يا صاحبي. بص يا جماعه احتراف، يا ترى هتعمل ايه في الاخر، هكسب ولا لا؟ وكسبت فانت اعمل لايك يا صاحبي. ده بترقص، انت بتعمل ايه يا ولية؟ مش كده قدام الناس.